السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وما زال اللقاء يتجدد مع برنامجكم بكرة أحلى. تحيا مصر، ومصر تحيا، ويا مصر بكرة أحلى. تحيا مصر بكل ناسها، لو تقرر مين يحوشها. تحيا مصر لو تنادي، كلنا بنقول بلادي. كلنا شعب وشرطة وجيش، بنقول لازم مصر تعيش. تحيا مصر، ومصر تحيا، ويا مصر بكرة أحلى. أعزائي المشاهدين، النهاردة ما زال اللقاء يتجدد مع حضراتكم، وما زلنا نتحدث في موضوع خطير واتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، ألا وهو موضوع كيفية الحلول الرئيسية لثلاث أو أضلاع المثلث الثلاثة، اللي هو الفقر والغلاء والبطالة. يسعدني أن يكون معنا اليوم، طبعا نبدأ من على اليمين، معنا فضيلة الشيخ عمر الشهيبي من عمران أثر الشريف. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا. ومعنا دكتور منير الجنزوري الخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بك. ومعنا المستشار عماد إبراهيم الخبير الحقوقي. أهلا وسهلا يا فندم. أعزائي المشاهدين، طبعا النهارده هنبدأ نتكلم ونناقش هذه المشكلة الرئيسية من كل جوانبها. هنبدأ مع فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، من الناحية الشرعية لموضوع الفقر، حضرتك شايف إن موضوع الفقر النهارده تقريبا بيعاني منه 80% من الشعب المصري العظيم. حضرتك شايف الأسباب الرئيسية للفقر إيه؟ أسبابه وكيفية الحل لهذا الموضوع. اتفضل يا فندم. بداية نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى، محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين واللقى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله تعالى بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آل بيته الطيبين الميامين، وصحابته الأخيار والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين آمين آمين. أما بعد، فإن موضوع الفقر قديم حديث، ولطالما حاولت الأمم على مدار الزمان طولا وعرضا لحله، ولطالما رأينا أصحاب الملل والنحل والمفكرين وأصحاب النظائر والمثاليات والمبادئ قد تعرضوا لها، إلا أن الناظر في قرآن ربنا وأحاديث حبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم يجد أن الفقر إنما هو داء ومرض عضال، ولكل داء دواء، ولكل مرض دواء. ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه قال في حديثه: عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل من داء إلا وجعل له دواء. فإذا ما كان الإنسان قد عرض له مرض في جسده، فإنه يتوجب عليه أن يذهب إلى ذلك الذي علمه الله علم دواء الأجساد وشفاء الأمراض. فكذلك المرض الذي نتعرض له اليوم مرض الفقر. نعم. إذا هو مرض، يعني حضرتك شايف أنه مرض، لابد أن نقر بهذا. نعم. لذلك نرى أن نبينا وحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه قد ذكر هذا العرض وهذا الداء وذكر دواءه. ولعل البعض فينا يخطئ حينما يظن أن الفقر فضيلة، وأنه لابد أن يتشبث بها، وأنه مطلوب شرعي، وأن هذا المعتقد وللأسف قد سرى في جموع الجماهير، حتى إن بعضهم لا يأبى أن يجد وأن يعمل وأن يسعى لتغيير واقعه، ظنا منه خطأ أن الفقر فضيلة. ولعل بعضا من أحاديث نبينا صلوات الله وسلامه عليه وردت عنه بهذا المعنى ففهمها الناس خطأ. نعم. فمن ذلك ما ورد في الصحيحين أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: قمت على باب الجنة فوجدت أكثر من يدخلها المساكين وأهل الجد محبوسون، يعني الأغنياء.
بل إننا رأيناه صلوات الله وسلامه عليه يدعو ربه أن يحييه مسكينا وأن يميته مسكينا وأن يحشره في ضمرته المساكين. فقال وكلنا يحفظ الحديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في ضمة المساكين. فعجبت عائشة رضي الله عنها لذلك وقالت يا رسول الله لما؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفة. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه يا عائشة لا تردي مسكينا ولو بشق تمرة، يا عائشة أحب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك بهم يوم القيامة. بل إننا لن نعجب حينما نراه صلوات الله وسلامه عليه علم أن من يغضب الفقير فقد أغضب الرب جل وعلا. ها هو أبو سفيان حين حينما أتى على بلال وصهيب وسلمان وهم من أهل الصفة من الفقراء، حينما أقبل عليهم أبو سفيان قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها. فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون ذلك لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلوات الله وسلامه عليه فأخبره الخبر فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم يعني أولئك الفقراء والمساكين، لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر رضي الله عنه وقال أتراني قد أغضبتكم؟ فقالوا لا ويرحمك الله أخي في الله. طب فلعل البعض الصبر يا شيخنا الصبر، حضرتك شايف الصبر يعني الصبر على الفقر وعلى ما نحن فيه الآن أو ما تمر به الأمة الإسلامية عامة. نعلم أن الآن الفقر يأكل أجساد دول كتير على فكرة، مش مصر بس، يمكن أحسن من غيرنا بكتير. هناك بعض الدول بها فقر مقدح وصل لدرجة الموت بالبطيء. إحنا الحمد لله كل حاجة عندنا متوفرة، ولكن هناك مشكلة، هي مشكلة الضمير في استغلال هذا الشعب المصري العظيم في أشياء كثيرة. حضرتك شايف إن الصبر على الفقر ده هل هو فعلا نعم ابتلاء؟ من الناحية الشرعية شايف إيه الصبر على الفقر؟ قلنا إن هذا معتقد خاطئ. نعم. وعليه وضح النبي صلوات الله وسلامه عليه أن كلامه عن الفقر والفقراء إنما هو من باب التصبير لهم، فإذا كان الله قد ابتلاكم في الدنيا فإن الثواب العظيم ينتظركم في الآخرة. لذلك رأينا نبينا صلوات الله وسلامه عليه يستعيذ بالله من الفقر ويقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة الغنى ومن فتنة الفقر، وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، حتى إن أحد السلف قال لو ذهب الفقر إلى بلد لأخذ الكفر معه، وهذا ما يبرر قوله اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. الله الله أشكرك يا شيخ عمر، أشكرك الله يكرمك فعلا بلاغة وكلام وصلت المعلومة للسادة المشاهدين بصدر الرحب والحمد لله رب العالمين. ده نوصل المعلومة من الناحية الشرعية. نيجي بقى للخبير الاقتصادي أستاذنا الكبير دكتور منير الجنزوري، حضرتك شايف من الناحية الاقتصادية موضوع الفقر، احنا قلنا الفقر ينهش في اجساد المصريين وتكاد تصل النسبه عدت 60% تقريبا. ده مش كلامي انا، ده كلام كل من هم خبراء اقتصاديين قالوا الكلام ده، نسبه الفقر في مصر تعدت 60%. حضرتك شايف اسبابها ايه وكيفيه علاجها؟ اتفضل يا دكتور. حضرتك احنا النهارده عندنا في حاجه اسمها العرض والمرض. نعم. فاحنا ساعات بنتكلم على الاعراض وبنتجه لعلاج الأعراض وبتكون النتيجة إن احنا بنشاهد المرض مرة تانية وتالتة ورابعة، لكن احنا المفروض ندخل مباشرة في الأسباب اللي أدت إلى هذا الفقر والأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار والأسباب التي أدت إلى البطالة. التلاتة مرتبطين ببعض. التلاتة مرتبطين ببعض، والسبب الرئيسي هو انخفاض الإنتاج. نعم. احنا للأسف في مصر عندنا إنتاجية منخفضة جدا، وكل الجهات الرسمية أعلنت عدد الدقائق المعدودة التي يعملها الموظف المصري وهكذا. احنا هنا لما نيجي نقول بقى ليه احنا بنقارن نفسنا بدول تانية بتنتج بشكل عملي، بتنتج بشكل إيجابي، وبالتالي الحل العملي ان احنا نزود الإنتاج. طبعا زيادة الإنتاج مش كلها بتلقى على عقب العامل. انا عندي مشكلتين، مشكله ارتفاع الاسعار وده نتيجه
ان المعروض من السلع اقل من المطلوب. نعم. العرض اكثر من الطلب. عندي يعني معادله فيها ثلاث اطراف. نعم. دي كانت بسبب الاسباب الفتره على فكره. العرض المعروض المطلوب السعر. نعم. لما يحصل ان العرض يتساوى مع الطلب بيديني حاجة اسمها السعر العادل. نعم. اللي بيرضي المنتج والتاجر والمستهلك. نعم. وهذا ما نسعى إليه. لو حصل ارتفاع في الطلب بتكون النتيجة ارتفاع في السعر ويحصل مغالاة. نعم. لو حصل ارتفاع في المعروض بيحصل توازن وبالتالي بينزل السعر تاني. عشان نحل مشكلة ارتفاع الأسعار يبقى أنا محتاج أعمل إيه؟ أزود الإنتاج. أزود الإنتاج. الإنتاجية. الإنتاجية ضعيفة. زيادة الإنتاجية في مقابل تاني حتة عند البطالة. البطالة ده معناه إيه؟ زيادة الأيدي العاملة الغير مدربة والتي لا تنتج وغير مؤهلة. ده موجود. يبقى هنا في زيادة في الأيدي العاملة وفي انخفاض في المعروض. يبقى أنا محتاج أعمل سلسلة، وده المطلوب في المرحلة الحالية، أن يحصل جهاز محدد يقوم بعملية رصد كل السلع الناقصة في السوق. يعمل بيان كده، السلعة ألف مطلوب منها 1,000,000 وحدة، موجود منها 500,000، في عجز 500,000. العجز دول احنا عرفنا العجز ده منين، لان ده اللي انا بستورده، بستورد من السلعة دي 500,000. وبالتالي نبدأ احنا ندرب فريق من الشباب على انتاج هذه السلع، وبنعمل حاجة اسمه التسويق التعاقدي. يعني قبل ما نبدأ دورة الإنتاج بندرب الشاب وبنجيب له المكنة اللي بتقوم بإنتاج هذه الوحدة، وبعدين بنكون متعاقدين معاه من البداية. أنا هاخد منك الوحدة دي بسيب 10. طب أنت تتوقع أن هل الكلام ده ممكن يحصل في مصر؟ اتكلم بصراحة. الكلام ده لو ما حصل، بص حضرتك، لو ما حصلش هنتنينا محلك سر. هنفضل واقفين. ولذلك احنا بنعمل ايه؟ يعني احنا النهارده ساعات كلنا بنبقى عندنا مريض. نعم. المريض ده ساعات احنا بنديله علاج بشكل غير منتظم. نعم. لما بيوصل لحاله صحيه بقى، يعني اللي بيشرب سجاير مثلا، كل دكاتره بيقولوا ما تشربش سجاير. بيوصل لحاله صحيه هو لوحده اللي بيبطل سجاير. ما خلاص بقى. او احنا في المرحله دي. يشرب سجاير واموت يا اما بطلها واعيش. احنا في المرحله دي. نعم. احنا في مرحله الاختناق دي. في عنق الزجاج. فالنهارده الدوله لا تملك رفاهيه الوقت. نعم. لازم تعمل هذه المنظومه. الله. لازم تحدد. حضرتك قدمت روشته علاج على فكره، روشته علاج يا بص حقيقيه. بص حضرتك على فكره احنا عندنا، بيقول لي الناس احنا بنهدي السيد الرئيس، التليفون ما بطلش يرن مداخلات معانا. احنا بنهدي السيد الرئيس، فعايزين بس اتفضل. ملفات ساخنه على مكتب الرئيس، ده ملف. نعم. بيعرض الكلام اللي احنا بنقول عليه، المطرقه والازمه والحل. نعم. بنحط كل الخطوات العمليه وجاهزين لتسليم هذا الملف فورا وجاهزين للمشاركه في التنفيذ. يبقى احنا بنقدم كده للساده المسؤولين، وحضرتك وجهت رساله رسميه للساده رئيس الجمهوريه ان احنا معانا ملف كامل، ملف كامل لعلاج هذه المشكله اللي هي مشكله الفقر. ثلاث حاجات. نعم. نعم. الفقر حاجات. والغلاء. انا بعمل سلسله مشروعات. نعم. فانا بخلق عمل وبالتالي بقضي على البطاله. نعم. ولما بقضي على البطاله حضرتك من بيت اقتصادي. من بيت السيد كمال الجنزوري، فبيت كله اقتصادي على فكره. بالفعل حضرتك بنضيف هنا لما نعمل سلسله من المشروعات. نعم. السلسله دي هتعمل لي قضاء على البطاله. لما اعمل قضاء على البطاله هزود الانتاج. نعم. لما ازود الانتاج هيحصل توازن بين وهيزيد الدخل كمان، والدخل هيزيد، وبالتالي هتحل. ده انت هتحل. نعم. مجموعه مشاكل النهارده، كل المشاكل الجنائيه. نعم. الجرائم الجنائيه والاخلاقيه، كل دي مصدرها اقتصادي. دي حقيقه، دي حقيقه، دي حقيقه. وبالتالي احنا هنا لازم ندخل في قلب المشكله بشكل عملي. نعم. وعشان كده خلي بالك الرئيس راصد 200 مليار جنيه في البنك الاهلي والبنوك الحكوميه بغرض المشروعات الصغيره بفايده 5%. اشكرك يا فندم، اشكرك يا دكتور شارع عميد. حضرتك شاب بقى من الناحيه الحقوقيه، يعني سمعنا الرأي الديني وسمعنا الرأي الاقتصادي، طب الرأي الحقوقي بقى أو القانوني في ظل هذه المشكلة، رأي يعني نظرتك الحقوقية إيه في ظل وجود فقر مقدح وكيفية حل؟ تفضل يا عماد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بك أستعين وعليك توكلت، ربي أشرح لي صدري ويسر لي أمري وفك عقدة اللسان يفقهوا قولي، صدق الله العظيم. تحياتي لكم جميعا ولأسرة البرنامج ولضيوفك الكرام ولشيخنا والفضيلة ما شاء الله ربنا يبارك فيه، وأستاذ منير اللي قدم روشتة. دكتور منير طبعا قدم روشته. احنا قلنا بقى قصه اقتصاديه يعني. والبرنامج حضرتك اللي هو بيدي طاقه نور للمشاهد. نعم. نعم. ويا رب يكون بكره احلى. بس احنا النهارده حضرتك بنتكلم في ثلاث اضلاع، وهو الفقر والغلاء والبطاله. وتجاهلنا ضلع، وما زال لقاء مستمر في هذا الموضوع. وتجاهلنا ضلع اخر وهو الجهل. الفقر
لأن الغلاء والبطالة والجهل هو الذي يؤدي إلى الفقر. نعم. فحضرتك النهاردة عايزين نقدم، إحنا نقدم روشتة للدولة، وإن الدولة تراعي ظروف الشعب. دي الناحية الحقوقية بقى، اتدخلنا بقى في الحتة الحقوقية. إيه؟ إن يبقى أنت كده بتقول الدولة لابد للدولة أن تراعي ظروف الشعب الاقتصادية. تمام. من حيث الغلاء في كل شيء، حتى الخدمات النهارده بقت غاليه، يا ريت غلاء اسعار بس سلع، حتى الخدمات بقت. حضرتك النهارده الشعب بيمر بازمات متتاليه على مدار 7-8 سنوات. نعم. ما كناش نامل النهارده ان اليوم ده يبقى حضرتك بيمر بغلاء وباء وامراض وقوانين. نعم. وبنعذر الدوله على الظروف اللي احنا فيها، بنعذر الرئيس، بنعذر الدوله ان احنا واقفين على رجال لحد النهارده في الظروف دي. اتفضل يا استاذ. حضرتك الدوله تراعي هذه الظروف. نعم. وعندما تسن القوانين تراعي ان هذا الشعب الاصيل. نعم. الشعب الذي ضحى بدماء شبابه. نعم. الشعب الذي يامل ان هو يعيش في حريه وفي كرامه وفي عداله اجتماعيه، ان 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 ما يبقاش النهارده كده تنزل عليه قوانين. ماشي. يا فندم تنزل عليه قوانين مؤثره من السماء ولازم تنفذها. وحضرتك جهه التنفيذ لما بتيجي بتنفذ حتى لو كان القانون صح، مش فالتوقيت حضرتك خطا. سعد الشيخ، شايف حضرتك ترد على المستشار عماد بحاجه صغيره قوي، ان هو بيقول ان هناك جزء كبير من التحامل على المواطن من قبل الدوله. اتكلم بصراحه، يعني في ضغط شديد من قبل الدوله على المواطن، لان احنا فعلا في ظروف صعبه جدا. حضرتك تقول ايه من ناحيه شرعيه كده للعماد بيه على السريع كده في الحته؟ الله يقول في قرانه: ويطيع الله ويطيع الرسول واولي الامر منكم. نعم. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. نعم. فعلمنا ربنا في قرانه وادبنا حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه في سنته انه ولا بد في اوقات الازمات ان يتحمل الواحد فينا وأن يكون مثالا للصبر. فها هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه في أشد أوقات حياته الدعوية ضرا وبأسا، رأيته يدعو صحابته صلوات الله وسلامه عليه إلى الإنفاق وإلى التعاون. فرأيت عمر رضي الله عنه قد جاء بنصف ماله فقال: وماذا أبقيت لآلك يا عمر؟ فقال عمر رضي الله عنه: تركت لهم مثله يا رسول الله. نعم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه: وماذا أبقيت لآلك يا أبا بكر؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فضرب أبو بكر المثل لأصحاب رؤوس الأموال والشركات والمصانع. أنه ولا بد من الوقوف جنبا إلى جنب مع الدولة في أوقات الأزمات حتى نواصل. الله عليك. الله. احنا قلنا على فكرة في الحلقة السابقة برضو في نفس الموضوع، قلنا يا جماعة هذا الكلام، ان لابد ان يقوموا رجال الأعمال وأغنياء مصر برد الجميل للدولة بقى في الوقت ده، رد الجميل بدل مص دم الشعب. يا جماعة يعني حرام كده. يعني لقينا بعض التصريحات العنترية من بعض الأغنياء في مصر بدون ذكر أسماء، اللي يقول لك احنا ندي العمال نصف مرتباتها، اللي يقول لك لا ينزلوا يشتغلوا يموتوا بس إنتاج ما يقفش، لبعض للأسف الشديد طبعا، وكأن أرواح البشر عندهم لا تساوي الله يعني شيء، يعني لا تساوي شيء. يعني الكلام ده حصل على فكرة بالفعل في أزمة كورونا، واحنا عايزين بقى يردوا جميل النهارده، بقى يردوا جميل للدولة العظيمة دي وللشعب العظيم ده وللرئيس اللي بينحت في الصقر عشان يقدر يعمل مشروعات للأجيال القادمة. أشكرك يا شيخنا. نرجع بقى طب الرأي الاقتصادي إيه من وجهة نظرك يا دكتور؟ والله في الحتة دي بسرعة كده، بسرعة احنا عندنا حتة الصبر بقى، حتة هي الصبر. هي قصة حتة الترتيب بتاع الأولويات. نعم. احنا عندنا دول كتير لما تعرضت لأزمات وحروب عالمية زي الحرب العالمية الثانية وأوروبا وألمانيا والدول دي، مين اللي عمل إعادة إعمار لهذه البلد؟ اللي عمل إعادة إعمار هم. نعم. أغنياء هذه البلد. نعم. هم أغنياء هذه البلد، والأغنياء هنا احنا عايزين نحط الأغنياء في عدة، يعني عدة صفوف. نعم. أغنياء وطنيون وأغنياء مستغلون. نعم. هكذا تم تصنيفهم في أوروبا. نعم. أغنياء وطنيون وأغنياء مستغلون. 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 بيستغل الموقف. انت من حقك تقفل على نفسك وما تديش حاجة. نعم. بس انا من حقي كدولة لما ادي قروض 5% ما اديكش. نعم. لما ادي اراضي للمشروعات الصناعية بامتيازات وبتسهيلات ما اديكش.
لما ادي اراضي زراعيه بتسهيلات على 20 سنه ما اديكش، يبقى انا هنا اصنف هو اللي هيصنف نفسه مش انا اللي هصنفه. لما اعرف ان رجل الاعمال الفلاني اقام جامعه في محافظته وصرف عليها بمليار واثنين وثلاثة، يبقى لازم الدولة لما تيجي تعمل منطقة صناعية تخصص له مساحة كبيرة جدا لهذا الرجل بسعر اقتصادي وعلى السداد على 20 و30 والمدة اللي هو عايزها. الله، لأن ده ابن الدولة. شفت احنا جبنا حلول كده يا دكتور، شفت الكلام بقى فتح هنا بقى فتح هنا يا جماعة. هنا أنا لما أجي أنا احنا بنوجه رسالة كده للدولة، راجل الأعمال اللي ما عملش الجامعة أشكرك يا دكتور منير، ما بس يقدرش يروح للدولة ويقول لك الدولة بتحارب فلان. أشكرك يا دكتور منير. أعزائي المشاهدين نطلع فاصل صغير، استنونا، أوعوا تروحوا في أي مكان. ورجعنا تاني اعزائي المشاهدين مع نفس الحلقه الناريه، وجايبين النهارده على فكره ثلاث اضلاع للمثلث، جايبين الراي الديني، الراي الاقتصادي، الراي الحقوقي. طبعا ما شاء الله يعني احنا استفدنا النهارده كتير قوي بالمواضيع اللي اثرها شيخنا الشيخ عمر والدكتور منير. نرجع بقى للمستشار ابراهيم، مستشار عماد ابراهيم. مستشار عماد ابراهيم، حضرتك برضو نرجع تاني للناحيه الحقوقيه والقانونيه، شايف هل التاثير الفقري في هذا التوقيت على اغلب الشعب المصري ماشي؟ طب معنا الو. السلام عليكم استاذه حبيبه. عليكم السلام. اتفضلي يا فندم، مع حضرتك. انا عايز اقول لك على حاجه، يعني انت بتتكلم يعني على الفقر والكلام ده، يعني في ناس ما بتساعدوش حد، يعني مثلا احنا نعلم ولادنا اللي هم يطلعوا حنينين ويساعدوا، ما يطلعوش مغلولين، يعني ياخدوا في نفسهم وياخدوا القصه يقعدوهم ما يساعدوش حد بيهم. اتفضلي يا فندم، سامعك، اتفضلي. يعني انت بتتكلم عن الفقر، يعني المفروض مثلا نطلع اولادنا يبقوا حنينين، اللي في ايدينا كده حد غلبان ما يطلعوش يعني اسويين، يعني قلبهم اسود. يعني انت بتتكلم على الاسره بقى، الاولاد والاسره، اللي هو ان هو الولد عاق مع والديه بعد ما ربوه وكبروه، ولا يعني عايز افهم بس. يعني انا عاوز اقول لك، يعني انت بتتكلم على الفقر، يعني ان مثلا الفقير مش عارف يجيب حاجه لنفسه، احنا ممكن نساعده. يعني اشكرك يا فندم، اشكرك يا فندم، اشكرك، اشكرك. عماد بيتفضل. عماد بي، شايف بقى ممكن ترد على الاتصال اللي جه دلوقتي؟ حضرتك شايف من ناحيه قانونيه بقى، هي حضرتك عايز تساعد، يعني هي تساعد لو حد عنده. شفت الشعب الجميل بقى، شفت الشعب الجميل ده حضرتك يا فندم، تكافل، حضرتك خد الشعب. هي عايز تعمل تكافل، نوع من التكافل الاجتماعي حضرتك، بالعدل والتكاتف والحب والوفاء. واحنا حضرتك احنا شعب على قد ما احنا فينا سنة وحشة، بس احنا شعب طيب جدا، شعب طيبين جدا جدا على فكرة، وبنحب اللي بيحبنا، من انقى وانضف شعوب العالم والله. وحضرتك ما نقولش ان الشعب ده برضه ناقصه فهم وناقص ثقافة، لا حضرتك احنا شعب بنفهم. واحسن شعب بيفهم لو حضرتك لغة الصمت احنا بنفهمها. بس حضرتك قلت برضه من الاسباب الجهل، يعني من اسباب الفقر يا حضرتك قلتي إيه الجهل دي مشكلة كبيرة. الجهل يا فندم هو الضلع الرئيسي، هو اللي بيؤدي، لان طب العلم تبنى الامم. فاحنا النهارده مش عايزين نحمل برضو الشعب يا ريس، يا ريس احنا النهارده البرنامج بتاعنا في بكره احلى، لازم نقول بكره احلى ليه؟ طب بكره احلى ليه؟ النهارده عندنا كل حاجه في غلاء، كهرباء غلاء، مياه في غاز، تحليم، صحه، كله في كله كله كله، وقوانين حضرتك يا فندم لازم تنفذ على ارض الواقع. طب الشعب هيجيب منين فلوس؟ احنا طالعين من وباء، وطالعين من كورونا، وطالعين من امراض، وطالعين من حاجات كتير قوي يا فندم. طب حضرتك اللي معاه فلوس هيدفع، طب اللي معهوش يا فندم؟ هذا احنا بقى احنا هنوجه بس سؤال حضرتك، هنوجه رساله مد بحضرتك، دوست على الجرح على فكره. احنا هنوجه رساله بس صغيره، ان احنا بنطالب بالنظر بعين الرأفة شويه. يعني احنا قلنا ال 50 شريحه الكهرباء من كيلو ل 50 كيلو دي عدد شريحه، لا نخليها من كيلو ل 200. النهارده انت لو في بيت فيه لمبتين وتلاجة ومروحه وغساله شغاله، هتجيب ال 100 كيلو، يبقى عدت الشريحه الثانيه. اتمنى ان يعني ممكن نقدم حلول للدوله، الشريحه الاولى ان احنا نقلل الشريحه دي، الشريحه الاولى والشريحه الثانيه، الدوله لا مساس لهم. ده المفروض بقى، لا مساس لهم، ده المفروض، ده المفروض. حضرتك ده يعني انا عايز اقول لك على حاجه، انا كراجل من الصعيد، انا في صفوف الشعب وكل يوم مع الشعب وكل دقيقه مع الشعب، ده المفروض. الشعب في حاله غليان يا سيدي، ده المفروض، وبيحب وطنه وبيقدم وقدم ارواح، وبيحب الرئيس على فكره، يا ريس بيحب الشعب، بيحب الرئيس بتاعه عشان بيفهم يا ريس، عشان شعبي بيفهم، عشان شعبي بيفهم، عشان الراجل ده بيبني البكره. لما حسينا حضرتك ان احنا في خطر، خرجنا ملايين عشان احنا شعب بنفهم. وحضرتك ربنا سبحانه وتعالى مش بيولي حد على الارض، يبقى احنا بنطالب بالتخفيف بقى. ربنا سبحانه وتعالى مش بيولي ملك على الارض الا باذنه. وربنا سبحانه وتعالى مش بيولي حاكم على الارض يحكم الا بامره، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنحبه، والمفروض يسن القوانين
القوانين تبقى فيها رحمه شويه، رأفة فيها صبر يا رئيس. التوقيت يا فندم، التوقيت. ما احنا قلنا الشعب صابر. ان كان ان كان هذا القانون على صواب ماشي، فيكون الخطأ في توقيت. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الزحمة. ازاي حضرتك يا فندم؟ اتفضل يا احمد بيه، اتفضل انا سامعك. ايوه السؤال بس بالنسبة للتصاريح. اتفضل يا حبيبي. اجدع رجالة في مصر رجال السوهاج وشعب الصعيد بالكامل اللي احنا دايما بنسلط عليهم الضوء في كل حلقاتنا، اتفضل يا فندم. بخصوص التصالح يا سعادة الباشا، يعني في ناس على قد حلقة كده في التصالح، يعني اللي بقى نص راب بلوك وقاعد فيه ده، طب هيعمل ايه بعد كده طيب؟ يلتزم الواحد منا طاعة رب. اتفضل يا فندم، سامعك يا فندم، اتفضل. الرأفة بس يعني، الرأفة بس يعني. حضرتك عايز توصل أي سؤال للسادة الضيوف معانا؟ يعني بس يعني بص، بس يعني بص على الناس الغلابه المحتاجه جدا، يعني في ناس بعد ما بعد مش قادر يعمل تصالح ولا 3000 و10000 يعني، يعني حاجات بنصحها في الارياف، حاجات يعني صعبه جدا على الناس اللي في ناس تعبانه جدا يعني. اي فندم، اي اشكرك يا فندم، وصلت الرساله على فكره، وصلت الرساله بالكامل. طب نسمع راي الديني في الرد بتاع. اتفضل يا شيخ. بدايه الله يقول في قرانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال جل في عليائه: وما اصاب من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. الله. فالله جل في عليائه علمنا أنه ما وقع فينا حرج إلا بذنب اقترفناه، وما رفع عنا إلا باستغفار وتوبة. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما من اختلاج عرق ولا خدش عود ولا نكبة حجر إلا بذنب ويعفو الله عن كثير. بل إن نبينا صلوات الله وسلامه عليه يقول في حديثه: من لذم الاستغفار جعل الله له من كل هم مخرجا ومن كل ضيق فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. وكلنا يحفظ الآية في مفتتح سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه أننا إذا ما داومنا الرجوع إلى الله والاستغفار له فإنه يزيح عنا الهم والغم والحزن. ها هو أبي بن كعب رضي الله عنه يأتي رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، ويمكن واحد يقول: ما علاقة ذلك بالاقتصاد؟ إنما مسير أمورنا ودنيانا إنما هو قرآننا وسنة نبينا. قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ها هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه يأتيه أبي، وكان عظيم الحب لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. فقال أبي: أجعل لك ثلث صلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم وقبلت نواجذه وهو يتبسم: قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال أبي: أجعل لك نصف صلاتي. فقال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال: أجعل لك ثلثي صلاتي، أجعل لك صلاتي كلها. فكان الجزاء وكانت العاقبة الحسنى منه صلوات الله وسلامه عليه لصاحبه أن قال له. إذا طبعا صلي يا شيخنا معنا بس مداخلة. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ محمود، إزاي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضل أستاذ محمود، معاك على الهوا فندم، اتفضل أنا سامعك. دلوقتي يا فندم احنا عندنا في حي المرج يعني بيهدوا البيوت والناس مش لاقيه تاكل، والناس يعني نزلت في التعديلات الدستوريه ونزلت وقفت مع الرئيس السيسي كتير، فاحنا بنطالبهم بتخفيض المبلغ من 120 جنيه الى 50 جنيه عشان الناس تقدر تدفع القيمه وتقدر تتصالح، انما ان الظروف صعبه عند الناس جامد في حي المرج، حي عشوائي يعني في بيوت كتير مخالفه مش هيقدروا يدفعوا التكلفه الكبيره اللي المحافظه فرضتها عليهم. فبتمنى من خلال حضرتك ان يخفضوا المبلغ ل 50 جنيه عشان يقدر المواطن يتصالح. طبعا حضرتك في حاجه يا فندم، ما الناس عماله يعني احنا دلوقتي عندنا مشاكل، الناس عماله تلاقي كل بيت عنده اربعه وخمسه وسته اولاده بيجيب تاني، ويجي بعد كده يقول لك عيب على الدوله. برضه لازم نتكلم يعني، لازم خلينا كده نتكلم بصراحه، لازم يكون يا فندم برضه المواطن وعلى المخالفات يعني نوعين من الحاجات دي. انت
يعني انا كمواطن خالفت القانون، ما حضرتك يبقى في رأفة ماشي في المخالفه، ولكن ده هو باني ليه ولعياله ولبيته، وفي نفس الوقت باني بدون يعني بدون ما يجيب ترخيص، وباني على الارض مش بتاعته. هيكون اتشاف حضرتك. قدم له حلول يا فندم، قدم له حلول. قدم له حلول اه، لكن برضه هو غلطان لازم نعترف. يعني قدم له كارت، اعمل له كارت مسدده. نعم. بكلمه التصالح. نعم يا استاذ محمود، نعم. احنا والله طالبنا وبنطالب، وان شاء الله في نظره لهذا الموضوع هيتخفض المبلغ ان شاء الله. احنا عندنا يقين بالله ان شاء الله ان الرئيس اكيد هيهتم بهذا الملف. الملف طبعا النهارده مسمع في مصر كلها، والناس كلها بتعاني من هذا الكلام، وكلنا بنقول ان احنا لازم نقف مع الدوله ونقف مع المواطن برضه. هي دي مصر، وان شاء الله مصر اللي جاي احسن، وقول يا رب، وان شاء الله الموضوع يتحل ان شاء الله. نرجع بقى لشيخنا على عجاله. يا شيخنا فكانت تتمه كلامه صلى الله عليه وسلم لابي. نعم. حينما قال اجعل لك صلاتي كلها، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وبشر كل من سار على دربه مستمسكا بالله مستعصما برسوله، أن قال له إذا تكفى همك ويفرج كربك ويغفر لك ذنبك. أشكرك يا شيخ عمر، الله يحفظك. أنجزت وأوجزت، بارك الله فيك. دكتور منير بقى، هذا شايف موضوع، احنا اتكلمنا عن موضوع الفقر تقريبا، وطبعا الموضوع عايز حلقات. نيجي بقى للي بعد الفقر، الغلاء. حضرتك شايف موضوع الغلاء ده اللي بينهش في أجساد المصريين، الغلاء، احنا في نستغل بعض الظروف ونغلي. جائحة كورونا زادت يعني سلع كتيرة جدا ليس لها علاقة بالصحة خالص. حضرتك شايف موضوع الغلاء ده حلوله ايه؟ طب معانا مداخلة. أستاذ سيد السلام عليكم. مش عارف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أستاذ سيد، مع حضرتك. أستاذ سيد معاك يا فندم، اتفضل. أيوة تمام. حضرتك دلوقتي قاعدة في الخيمة، واخد بال حضرتك؟ نعم. أنا ساكن في الخيمة. ساكن في الدور الخامس؟ ايوه، واخد شقتي في الخامس. تمام يا فندم، اتفضل، سامعك. العقار مخالف كله. نعم. نعم بعد الخامس مخالف. نعم. المالك بنى 5 ادوار بعد الخامس. حضرتك منين يا فندم؟ ساكن فين حضرتك؟ ساكن فين ومنين؟ في الهرم في الجيزه. في الهرم جيزه. انت بتقول المالك اللي بنى مخالف، انت ساكن عادي. أيوة. انت واخد شقه. أيوة. في الدور. أيوة. الخامس. تمليل. هو بنى 5 ادوار مخالفه. تمليل. يا بابا، انا بقى حضرتك، انا في الخامس مفيش مخالفه. لغايه الخامس اللي فوق منك مفيش حاجه، اللي فوقك مخالف. تمام حضرتك، انت تمام. هو خالف، اللي فوق مخالف، من السادس لغايه 11 مخالف. نعم. ده واخد بال حضرتك، انا ذنبي ايه؟ ادفع غرامه. انت انت حضرتك مالك للشقه. ايوه. هو مش مخالف. لكن انت هو بقول لحضرتك، البرج كام دور يا فندم؟ البرج كام دور؟ 11 دور. ايوه. 11. طب يا حبيبي، طب هرد عليك. محمود الاقتصادي، طب هخلي دكتور منير يرد عليك في الحته دي بتاعته بقى. ماشي يا فندم، اتفضل دكتور منير، رد كده. هنتكلم الاول على الغلاء. نعم. لا بس هو عشان معانا الهواء. هو طبعا دي جزء خاص بالتنظيم. نعم، واخد بال حضرتك. وهنا طبعا احنا ما نقدرش نعدل او نقول ان احنا نلغي ونضيف. نعم. لكن اللي احنا عايزين نقوله حاجه واحده اساسيه. نعم. النهارده اذا كان في عقار 11 دور تم بناء 6 ادوار بالمخالفه، ده التجربه دي سبقت السيد اللي هو محمد. نعم. عبد السلام. نعم. ده في اسكندريه عمل كده، جاب خبراء في. نعم. الهندسه، كليه هندسه اسكندريه، احنا عندنا كليه هندسه القاهره وعين شمس، بيعملوا معاينه للعقار وبيقولوا اذا كان المبنى يحتمل ال 11 دور، يعني الاساسات بتاعه المبنى ده تحتمل ال 11 دور، نعمل التصالح. تمام. إذا كان الأساس ما بيشيلش غير 5 ادوار بس، يبقى نهد اللي فوق لازم يعني. لكن العمارة تفضل تكمل. يهد اللي فوق بس. طب مش هتأثر الأساس بالهد ده؟ هو ده عايزه بقى النواحي الفنية. عايزه نواحي فنية. نواحي فنية. يعني احنا عندنا شفنا بيطلعوا، بس ده ملوش ذنب. راجل اشترى شقة. هو الراجل بيشتكي. راجل اشترى شقة ودفع فلوسها. بيشتكي في حتة تانية. نعم. إن هو في الدور الخامس وإنه نزل عليه غرامة. نعم. أكيد الغرامة اللي عليه مش غرامة مخالفة، غرامة تانية. نعم. يعني دي برضه الغرامة المخالفة هتبدأ من الدور السادس، لأنه هيزيد. لا ما هو العقار كله هيتهد. لا 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 لا، مش هيهد الدور، هيهد. لا ما هو لو هد فوق الأساس هيحصل. لا لا، هم جايبين بيشتغلوا صح دلوقتي. نتمنى نتمنى ده. بيجيبوا حاجات بحفار صغير. طب اللي اشترى بقى تمليك فوق الخامس يعمل ايه؟ ما هو لا، ما هو برضه نرجع بقى للمالك. هو برضه احنا عايزين نقول ان اللي اشترى فوق الخامس غلطان. نعم. لانه من الطبيعي ان هو ما يعرفش، هو اشترى بعادي تمليك عادي. عندنا القانون بيقول ان. نعم. الجهل بالقانون لا يعطي العذر. انت لازم تروح للمجلس المعدين التابع وتعرف اذا كان المبنى سليم. يعني انا اروح اشتري منك قطعه ارض وهي مش ملكك، وبعد كده الارض تطلع ملك الدوله. نعم. والدوله تيجي تقول لي
ان المبنى بتاعك غلط او اللوم ده انا شاريها من سياده المستشار. طب في حاجه هنا اسالك سؤال يا دكتور، نفترض ان المبنى ده اتبنى من 2005 او 2007 او 2010 والدور او 2005 والادوار الاخيره ديت اللي اتبنت مخالفه في 2011، معنى يبقى مخالف ولا لا؟ لا ما احنا برضو مش يعني احنا مش هنخش فيه. هو اساسا اي مبنى كناحية اقتصادية، لا هو الاقتصاد شيء والقانون شيء. نعم الاقتصاد ان احنا في عادين النهارده ان الاقتصاد الاقتصاد بنقول ايه بقى؟ لو المبنى يحتمل ال 20 دور اقتصاديا ما انا 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 ادفعه غرامه، ادفعه غرامه لان ده اهدار للمال. لكن لا يتحمل يبقى هد على لا يتحمل ده الدراسه الاقتصاديه. اما الناحيه القانونيه الناس القانونيين لهم ابعادهم، يعني ممكن بيعمل نوع من الردع على اساس انه يمنع التكرار يعني. طب لو صاحب العقار قال مش هدفع، المالك اللي في الدور السادس ده هو اللي هيدفع؟ لا هو اللي بيشتري بفلوسه. انت حضرتك النهارده احنا كدوله، لا معلش انا صاحب العقار ده انا عندي بيان وعندي استعلام عنه ان عنده 20 عماره تانية وعنده فيلا وعنده، احجز على املاكه الخاصه. تمام يا دكتور تمام، احجز على املاكه الخاصه. نعم. ما سيبوش هو يروح يبيع 10 عمارات. نعم. ويروح يبني فيلل ويبني قصور تانية. نعم. وبعدين اجي ادفع الراجل الغلبان اللي في البتاع، لا. نعم. احجز على املاكه الخاصه لان انا عندي ده. نعم. ده يعتبر نوع من الغش والتدليس. طب لو سافر صاحب العقار ده اللي بنى ولم الفلوس دي وخرج بره، احنا ده هيبقى اللي اشترى ده ذنبه ايه؟ يعني شوف احنا دخلنا في قصه النهارده بنتكلم في موضوع، دخلنا في موضوع تاني خالص. كدوله بس الناس بتئن، الشعب كله رئيس مفيش شعبي بيئن. يعني احنا فتحنا موضوع المخالفات ده من الاتصالات، خلينا حولنا مجرى الحلقه كبيرة. عايزين ساعتين على كده نقعد مع بعض. انا عندي سؤال للاستاذ منير، حضرتك اللي انا عايز اعرفه من هذا القانون. طب ما نعمل مداخله معانا الاستاذه ماجده. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. سامعك يا فندم اتفضلي. انا دلوقتي جده طفلين. نعم. بنت وولد. نعم ماشي. والاولاد دولت في حضانتي من. نعم. سنتين، وانا وديتهم مدارس وانا وديتهم الحضانه وانا اللي بوديهم حفظ القران والولاد معايا وانا مقدمه لهم على مدارس هنا في القطاميه. نعم. وبعدين فوجئتي ان امهم قالت انا هفسحهم، خدتهم يومين عامله نفقه عليا والنفقه دي ماشيه على ابني. اشكرك يا فندم، اشكرك يا فندم. هنخلي الشيخ يرد عليا رد سريع كده في دقيقه عشان نكمل الموضوع. هذه الأم إذا ما ثبت زواجها بالوثيقة الشرعية فليس لها حق في الحضانة. الله. أما إذا ما كان خلاف عائلي ولم يثبت قانونا زواج هذه الأم، فالنص القانوني يجعل الحضانة للزوج للأم حتى إذا ما تزوجت أو إذا ما بلغ الأبناء السن القانوني. حضرتك كده جاوبتي لي على السؤال. أيوه. أشكرك يا شيخ. اتفضل دكتور. موضوع الغلاء. الغلاء خرجنا عن النهارده. احنا النهارده محتاجين ان احنا نفكر خارج الصندوق. نعم. نفكر خارج الصندوق ليه؟ لان احنا عندنا مشكله كبيره جدا. احنا في مصر بنعيش على مساحه من 5-6%. نعم. يعني احنا عندنا 94% من الارض المصريه صحراء. نعم. وبيوصل عندنا متر المباني في بعض المناطق الراقيه الى 50,000 جنيه. وبيوصل عندنا سعر الفدان بيبدا من 30 ومن 40 ومن 50. ده الارض اللي بيباعها الدوله ومحتاجه لسه طرق ومحتاجه خدمات. طيب ده كلام مش منطقي. ده يساوي ايه؟ ان احنا ما حدش هيدخل في نطاق الاراضي المستصلحه والمباني الا الناس اللي عندها قدرات ماليه. نعم. عاليه. وصلت. وبالتالي هيبقى استثمار. احنا عشان نحل الغلاء. نعم. محتاجين. الشرع بيقول الارض لمن يزرعها، الرسول قال كده صلى الله عليه وسلم. وبالتالي احنا محتاجين ندي جرعات ومساحات كبيرة جدا بشرط ان الارض حق انتفاع حتى يتم الاستصلاح بنسبة 100%. نفع عام طبعا. اذا انت عملت استصلاح بنسبة 100% يبقى انا بديك الارض. لو ده حصل يا دكتور تمام. لو ده حصل هيساوي مزيد من الاراضي، مزيد من الانتاج، مزيد من العرض، السعر الغلاء ينتهي. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل اتفضل يا فندم. نتعرف بسعادتك يا فندم. خير الله ظريف. خير الله خير الله. اتفضل خير الله. اتفضل يا حبيبي. حضرتك من القلعه. نعم اتفضل يا فندم. سامعك. ماشي يا فندم. دلوقتي انا قاعد في اوضه انا ووالدتي. نعم. والاوضه دي بتوع علينا، اوضه اللي هي بتاعت الروميلي بتاع زمان من غير خرسانه ولا اي حاجه. ايوه معموله باروخ خشب والكلام ده، عارفين الكلام ده. وبتاخد طبقه اسمنت كده. او اتفضل يا فندم. لا هي حضرتك الاوضه دي بتوع عليا. طب المهم يا فندم اتفضل يا فندم. المهم ايه المشكله عند حضرتك؟ انا رحت
رحت قلت بالخليفه، عمل لي محضر، رحت خدت المحضر، رحت النيابه، ادونا جواب، الجواب قال لك يحول على حي الخليفه. اه رحنا الخليفه، حي الخليفه قال لك اصبر اسبوعين، صبرنا اسبوعين، قال لك اصبر اسبوعين كمان. والله العظيم الحيطه دخلت 2 متر جوه الحيطه، انا عندي الحيطان على مبنيه على 2 متر، انا ووالدتي ومراتي عايشين في الاوضه ديت، اعمل ايه مش عارف. طب حضرتك في ازاله جايه لك ولا ايه؟ ما انا مش فاهم حضرتك بتشتكي دلوقتي، المطلوب من المطلوب ايه؟ في ازاله جايه لك ولا ايه؟ عايز افهم بس. لا ما فيش ازاله، احنا الاوضه كانت بتوع علينا، رحت القسم عملنا محضر، قال لك بكره تروحوا النيابه. اه انت عشان تبني يعني ممنوع البناء والكلام ده، ان انت توضبها يعني؟ مش عايز ابني. لا انا حضرتك انا مش عايز ابني، انا امال ايه؟ يعني حد يتوسط لي في حي الخليفه عشان يجي يشوف الاوضه تاني. طب حضرتك سيب، طب سيب بس رقمك في كنترول يا فندم، وانا كلمك بعد الحلقه ان شاء الله، تواصل مع حضرتك. اشكرك 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 يا استاذ خير الله، اشكرك يا فندم. المستشار عماد بقى، حضرتك شايف موضوع احنا خلصنا الفقر الغلابه، انا عارف انت مخش حاجه النهارده في الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. لا يغير الله قوما حتى يغيروا ما بانفسهم. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اتفضل. صدق الله العظيم، كلنا حضرتك نكون راقبين على نفسنا. نعم. احنا حضرتك لما بيحصل اي ازمه، في فرح في حزن، كل حاجه بتغلى. نعم. كل حاجه بترتفع. نعم. في جزء من الدوله وجزء من الشعب. نعم. احنا عايزين حضرتك نتكلم في الجزء اللي من الدوله. نعم. لازما لازم حضرتك المؤسسات كلها تشتغل. الغلاء ده بيجي منين؟ من نقص الشيء زي ما قال دكتور منير. دكتور منير. نعم. حاجه بتنقص وده عليها قابليه زياده فبتغلى. زاد الطلب عن العرض. اه تمام. فحضرتك انا بوجه رساله لكل المحافظين، 27 محافظ، كل محافظ رئيس دولته يشوف مساحه المحافظه بتاعته كام نسمه، يشوف المشاريع، يشوف المحافظه بتاعته دي بتنتج ايه وينميها. ما يستناش حضرتك لما الرئيس ينزل قرار وهو يشتغل ورا القرار، يستنى الرئيس ينزل قرار وهو يشتغل ورا القرار. كل رئيس يبقى رئيس الدوله بتاعته ياخد شبابها. عندنا ظهير في الشرق في الغرب وفي الشرق، عندنا مصانع، يفتح مصانع، يفتح شركات، ومعاه صلاحيات فكل محافظه لو نمت نفسها فالمحافظات كلها تنمي. لكن حضرتك الغلاء ده ما بيجي نتيجه ايه؟ بيجي نتيجه من الشعب ومن الدوله. فاحنا خلي الدوله تحل، ان الشعب حضرتك الشعب مفيش رقابه. انا اتكلمنا في الرقابه في الحلقه اللي فاتت، قلنا ما فيش رقابه. انا فالضمير في رقابه شعبيه من خلال الجمعيات، بس ما معاه الصلاحيات. في رقابه شعبيه من خلال الجمعيات الخيريه. تمام. او جمعيات مجتمع مدني، بس ما لهاش الصلاحيات يا عماد. تمام. بس فضل. احنا حلقتنا النهارده يا فندم احنا عايزين نتكلم عن الفقر اكتر من الغلاء يا فندم. نعم. في ظل القوانين اللي نازله، الشعب حضرتك في غليان، والله الشعب. نعم. في غليان. نعم. والشعب كده خلاص، الشعب بيكتر خيره، فعايزين ان الدوله تساند الشعب مش السيد الرئيس، لان هو اكتر حد حاسس بشعبه. نعم. الراجل ده بيشتغل 24 ساعه في 24 ساعه، الراجل ده احنا بنشوفه في واشنطن بعد العصر وبنشوفه في مؤتمر في اسوان بعد العشاء شغال، كتر خيره. فلازما لما يسن قانون يقول للجهه التنفيذيه لما تيجي تنفذ. هو ما بيشوفش الجهه التنفيذيه بتحصل ازاي يا فندم، تشريط اطفال وبيوت، بيسيبك من البيوت اللي بتهدم، مخالفين يا فندم، هم مخالفين. انا مش مع ابدا ان انت تيجي تبني على ارض زراعيه، ده اعدام، مش مقابل، لا اعدام، لان هو نفسه القضاء على رقعة زراعية يا فندم. 8 مليون فدان النهارده في 2.5 مليون يا فندم، احضرنا 5.5 مليون فدان يا دكتور يا فندم. المواطن تعدي على ارض زراعية، المواطن ما يعرفش يعني ايه دي طينه ارض طينيه. شكرك يا عماد. احنا على فكره قدامنا 3 دقايق او دقيقتين هنسمع بقى يعني تعليق بس صغير كده من ضيوفنا النهارده. دكتور بصفه عامه، موضوع النهارده حضرتك عايز توجه اي رساله للمسؤولين او توجه رساله للمواطنين بسرعه كده؟ سريعا جدا نقدر نقول المتتبع للقران الكريم واحاديث النبي عليه الصلاه والسلام يرى ان العلاج في التشبث في بايات القران وباحاديث النبي عليه الصلاه والسلام. لو اننا نظرنا الى حلول عمليه على ارض الواقع لمشكله غلاء الاسعار، هنقول بدايه لابد من رفض التسعير الجبري، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما قالوا يا رسول الله سعر لنا، قال ان الله هو المسعر القابض الباسط الراسق، واني لارجو ان القى الله وليس احد منكم يطالبني بمظلمه في دم او في مال. طب معانا مداخله سريعه كده قبل ما ننهي، الناس على التليفون ما بطلش يرن على فكره والله من اول الحلقه، شعب مصر كله عايز يعمل افضل خدمه النهارده. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله يا فندم. اتفضل بسرعه بس عشان الوقت بس بيداهمنا، ما فيش وقت خالص. اتفضل يا فندم مع حضرتك. متشكرين على حضرتك على المداخله يا فندم. انا بسال بس الباشمهندس اللي قاعد ده، هو الحي كان فين؟ الحي كان فين والناس بتبني 12 دور و15 دور، وكان بياخدوا على كل دور كان 1000 جنيه وياخدوا الخلاطه وياخدوا العمال. الحي كان فين حضرتك؟ الحي كان فين؟ والناس المسؤولين في الحي، حي الجيزه، حي الهرم، حي اي حي يا فندم، كانوا فين؟ حضرتك كانوا فين والناس بتبني؟ انا فاهم وجهه نظر حضرتك، كانوا فين والناس بتبني؟ فين والناس بتبني وجاي ياخد
منه 10,000 على الدور ويقول له بس يعمل دور ويعمل نفسه مغمض وياخده خلاص. كانوا فين يا فندم دلوقتي المسكين اللي كان شايف؟ اشكرك عندك حق يا فندم والله. وصلت وصوتك وصل اكيد للمسؤولين. احنا صوتك واحنا قلنا الكلام ده على فكره قبل كده. اين المسؤولين في مخالفات البناء؟ اين كانت كانوا رؤساء الاحياء والمدن والمراكز؟ اين كانوا حتى الوحدات اللي احنا بنسميها وحدات محليه؟ اين كانت في القرى والكلام ده؟ عايزين نقول اقتراح للسيد الرئيس. اتفضل يا دكتور بس على عجال الوقت خلاص. اقتراح يعني اقتراح عشان نرد على الاخ اللي قال اين كان المسؤولين. احنا النهارده ما بنتهمش حد ولكن لا نخلي أحد من المسؤولية. بناء عليه بنطالب السيد الرئيس بتطبيق وتفعيل قانون من أين لك هذا على جميع العاملين في الدولة أولهم المحليات. الله. أنا كمنير أنا عندي أملاك قد إيه ومرتبي اللي أنا أنا عندي ناس مرتبه من ساعة ما تولد لحد ما تخرج معاش ما يسويش عمارة واحدة من اللي بيملكها. يبقى ساعتها إحنا بدل ما نيجي ناخد بقى ونضطر كدولة في ظل الظروف الاقتصادية بتاعتنا نرفع في أسعار الكهرباء والمية والتليفونات والناس تغلي، لا خش على الحرامي مع على اللص على الفاسد وقطع رقبته هتلاقي البلد كلها بتساعدك يا ريس. الله عليك الله عماد بيتفضل على عجالة. خلاص فاضل دقيقة. الرحمة ريس. الرحمة. الرحمة فوق عد زمننا. وطبقة الفقير. الرحمة فوق العد والنظر للفقراء والطبقة الفقيرة لا مساس لها. لا مساس بمحدودي ومعدومي. مفيش محدودي معدوم الدخل. ما احنا خلاص كله بقى معدوم يعني الأغلبية بقت معدومي النهارده. مفيش محدود الدخل. حتى الطبقة الوسطى انتهت خلاص. صح؟ ممن ينهشون في أجساد مصر من خلال الفساد. أعزائي المشاهدين طبعا الموضوع كان شيق الحلقة النهاردة. نتمنى إن هو يكون نال إعجابكم. وعايزين نوجه رسالة أخيرة للسادة المسؤولين. كل فاسد وكل من أضر بهذه البلاد وكل من عبس فسادا في الأرض في ظل العقود السابقة لابد من المحاسبة بقانون من أين لك هذا. أشكرك دكتور منير. وطبعا عايز أسمع كلمة أخيرة من شيخنا لأن هم في كنترول عايز يسمعوا منك. الناس كلها عايز تسمع الشيخ. الله يقول في القرآن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أشكرك دكتور. أشكرك. اتق الله تكن أعبد الناس وأرضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. نسأل الله يعينك على فكرة غذاء الروح. أشكركم أعزائي المشاهدين. دي كان موضوع حلقة النهاردة. دكتور مدير كان معاه موضوع عايز يردوا السيد الرئيس. السيد الرئيس نهضة تمام. هذا هذه الدراسة الاقتصادية نعمل حلقة ونناقشها دكتور منير. نعمل حلقة ونناقشها. أعزائي المشاهدين أظن إن إحنا خدنا وقتنا وزيادة. أعزائي المشاهدين ده كان موضوع حلقتنا النهاردة وما زال مستمرين معاكم إن شاء الله في نفس الملف الساخن جدا اللي هو ملف مثلث اللي إحنا مش عايزين نقول الرعب لا مثلث المشاكل في مصر. الفقر والبطالة والجوع والغلاء وطبعا نتكلم إن شاء الله في حلقة كاملة عن مشاكل تراخيص البناء على الأراضي الزراعية وتراخيص البناء اللي هي المخالفه للدوله. اعزائي المشاهدين ده كان موضوع حلقتنا النهارده. تحيا مصر ومصر تحيا ويا مصر بكره احلى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.